السلام عليكم، حياكم الله. يا اهلا وسهلا، الله يسعدكم يا رب. اليوم اخر يوم في رمضان عام 45، لذلك راح نقول لكم بس توصيه بسيطه. لما تزرعون الابراج، سواء الابراج هذه او الابراج الثلاثيه او الرباعيه القديمه، ايا كان، النقطه الاساسيه اللي يركز عليها الجميع هنا هذا غطاء الري او موزع الري اسمه هذا. المنطقه هذه لازم تكون موزونه بالميزان المائي، بمعنى لازم المياه تكون تنزل من زي ما احنا شايفين النقاط فوق هذا، لما تنزل تكون توصل بالتساوي لجميع الاجزاء او المشحونه، البرلايت المشحون داخل هالابراج، او ان كان حجر بركاني او ايا كان، لا تزعلون ايا كانت الحشوه تبعكم، لكن لازم نتاكد منها، لانه اذا في جزء يجي المويه اعلى من الثاني هنا سبب عندك خلل بالنباتات، وما طلعنا شاطرين بالزراعة. هذه نقطة أساسية ركزوا عليها كثير، الله يسعدكم ويحفظكم، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير وأنتم طيبين.